بالفعل إسرائيل تعيش في حالة تأهب أمني بعد هذا الاستهداف الذي عد اختراقا أمني كبيرا، وصول مسيرة إلى منزل رئيس الوزراء واستهداف أسوارها، أو يعني وصلت بالقرب من أسوارها. لا تزال هناك الإجراءات الأمنية المكثفة، الشرطة، لا تزال هناك أيضا يعني إجراءات أمنية، وهناك تفتيش ويعني تمشيط في كامل المنطقة. نتحدث عن قساريا، أيضا المروحيات لا تزال هناك تحلق في السماء. منذ يوم أمس كانت هناك أيضا يعني إجراءات أمنية مشددة باعتبارها منطقة مهمة. هذا الاختراق الأمني يعني منذ يوم أمس فتح تحقيق مباشر بعد هذا الاختراق للحديث عن كيفية استطاعت هذه المسيرة وأيضا إيجاد حلول لهذه المسيرات التي أصبحت تصل إلى وسط إسرائيل. ونتحدث عن قطع مسافة من جنوب لبنان إلى وسط إسرائيل أكثر من 70 كيلومتر. أيضا اليوم هناك كانت تصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين، خاصة وأن يوم أمس كانت هناك أصابع الاتهام من مسؤول كبير إسرائيلي للقناة 12 يتهم فيها إيران بالتورط في هذه عملية الاغتيال. أيضا كان اليوم زعيم المعارضة يائر لابيد كان يتحدث أنه يجب استهداف المنشآت النفطية لإيران ردا على هذه الصواريخ، وأن يجب الرد على إيران بسبب صواريخ حزب الله. هذه كانت أبرز التطورات حول هذه المسيرة. طبعا هي أصلا يعني منذ يوم أمس وهي تتصدر العناوين الرئيسية في الحقيقة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، لأنها عدت اختراق أمني كبير لأول مرة يتم. هذه أبرز التصريحات ضحى.